مرحبا يا حلوين، انا نجلة. اليوم رح نكون عم نطبق مكياج اكيد شفتوه كتير على السوشيال ميديا، واللي هو الاولد ماني ميك اب لوك. الكونسبت تبع الاولد ماني ميك اب لوك هو الكلاسينس، هو مكياج فاخر، مكياج ناعم، مكياج فينا نقول هيك كانوا يحطوه البرنسسز الاميرات، يعني حاطين مكياج بس انه مش حاطين سو. كتير حلو هالميك اب، كمان بيزبط اذا عنا شيء رسمي، يعني بزنس ميتينج مثلا، اذا عنا انترفيو شغل، اذا عنا مناسبه كتير هيك رسميه او مهمه، او مناسبه عبالنا مبين فيها كتير ناتشرال بس مبين هيك تعابير وجهنا. سو يلا قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، واكيد اكيد كمان تشوفوا موقع هي ماجازين وتتابعوا هي ماجازين على انستغرام وتابعوني لالي. خلونا نبلش. بهالمكياج في تركيز كتير على البيز، في فاونديشن، في شغل على الكونتور، بس بتحسوا انه ما مبين. اوكي سو انا حكون عم بستخدم فاونديشن سيمي مات، يعني ناشف نص مش كتير، وكمان بنشوف انه في كتير جلو سو بدنا نشتغل كمان على الهايلايتر. بكونسيلر حكون عم ضوي الوجه، الاضاءه كتير بتلعب دور مهم بهالمكياج سو حنطبق. واهم شيء الكونسيلر يعني تو بيلد ات اب، مش دغري تحط كونسيلر سميك. فوالا بدنا نضوي الدقن وبدنا نضوي الجبين، واكيد اكيد بدنا نكون عم نضوي تحت الكونتور بس نعمله. فوالا هلا بدنا نطبق الكونتور بس بطريقه كتير ناعمه كريمي. سو حطيت على البلندر ام جانا تاب هيك على ايدي لما يطلعوا البرودكت كلهم على خدي، ونعمل كونتور ناعم بهالشكل. اوكي شفتوا ما بدي كتر، ودغري اي ويل بلند ات شوي. فوالا بيكون شوي بشرتي شربت الكونسيلر لاقدر اعمل له بلندنج. ماشي كونتور شوي على الخدود فوالا، وبعدين بنحط على الجبين. هلا خلينا نبلش بلندنج للكونسيلر وتاب تاب تاب. شفتوا بس ننطر على الكونسيلر كيف بيعطينا إضاءة أكتر؟ فوالا كتير بتلعب دور مهم الإضاءة بالوجه، ولازم تعرفوا إنه كل مكياج بدنا نعمله بده a good skin وروتين للعناية بالبشرة ليطلع حلو ومثل ما بدنا. هلا we blend هون ومنكون خلصنا، ننقل لنكست ستيب. هلا بدنا نثبت الوجه ونضويه على السريع. سو اول شيء بنضوي المحلات اللي حطينا فيها هايلايت فوالا بطريقه ناعمه، بس اهم شيء وما ننسى تحت العين. اذا لاحظتوا انه كتير سهل هيدا المكياج وخطواته بنعرفها اصلا فوالا، بحب كتير ثبت بالبلندر، بحس انه هيك بشرتي بتشرب كل المستحضرات. فوالا هلا حنكفي البيز وبالاخر نعمل العيون. العيون كتير سهلين، البيز فيها شغل هيك شوي يعني تنقدر نضوي الوجه مظبوط. هلا بدنا ننقل للبرونزر والهايلايتر، ما رح نحط بلاش بالاولد ماني ميك اب. اول شيء حكون عم ضوي الوجه بهايلايتر، رح نحط على الهاي بوينتس بالفيس، يعني على النقاط العالية بوجهنا. حنكون عم نستخدم اي شادو از هايلايتر لانه بدي هيك يكون اللون قوي، وهذا الاي شادو كثير بيعطي افكت حلو. هلا شوفوا يعني على عظمة الخد، شفتوا؟ and you blend I love this، بين عليكم. حنحط على تب الانف ومن فوق فوالا، واهم شيء نضوي الدقن والخدود بهالمكياج. شو رايكم؟ هلا لنعطي افكت هيك الوجه المنحوت
ونعطي هيك تعابير قوية بس بنفس الوقت ناعمة بدنا نستخدم البرونزر. سو على براش رح حط البرونزر بهالطريقة. امسك البراش هيك، اذا كانت كبير البراش تبعكم رفعوها. بنحط اول شيء على ايدنا ومنبلش نطبق تدريجيا. ليكو شفتوا كيف بيعطي هيك حياة للمكياج؟ اهم شيء الحواجب بيتمشطوا لفوق، وقد ما كانوا ناتشرال قد ما بيزبط هالمكياج معكم اكثر. رح نعمل العيون، نرجع نحط الليبستيك. العيون هن عباره عن لون بني، اوكي؟ لون بني بشكل كثير ناعم، وفينا كمان نكون عم نطبق الجليتر على لون السكن، يعني البينك بيتش اللي كثير ناعم. عرفتوا اي لون؟ هيدا هو الاولد ماني ميك اب. سو حنكون عم نحط اول شيء على الفاصل، ولا لنبين انه العين اكبر، وبندمج لتحت الحاجب، وبنفس اللون بنطبق بهالشكل على زاويه العين. ما بنضيف، لانه هي فكره المكياج يكون كثير ناعم. اكيد فيكم تستخدموا شيد البراون اللي بدكم اياه، بس انا عم قلكم تبين تيعطيكم هالنعومه اللي نحن بدنا اياه، هالمكياج الفخم اللي نحن بدنا اياه. والفكره من مكياج فخم الاولد ماني ميك اب منه انه يكون قوي وفي كثير شغل، لا بالعكس، يكون برزلنا تعابيرنا بس بنفس الوقت منبين انه حاطين مكياج. اذا بتلاحظوا انه كل الكوينز او مثل الملكه رانيا مثلا دايما مكياجهم بيكون ناعم، يعني ما بيكون في تركيز على المكياج، بيكون في شغل وبارزين ملامحهم بس بيكونوا هيك بطريقه كثير ناعمه. قبل ما ننقل على الجليتر، نفس اللون رح نحطه تحت العين. وبدنا نحط جليتر على، فيكن بيتش، فيكن شامبين، انا حاستخدم هذا الجليتر الناعم وما خليه كثير قوي ابدا. شفتوا؟ يعني انا بخففه باصبعي. وذس از ات، هيدا هو. بعد في الليبستيك، في شغل بالليبستيك، خليكم. وان لاست ستيب بالاخير انه بناخذ براون غامق شوي مش كثير، وتاب، وعلى زاويه العين بنعمل هالحركه. شفتوها؟ عملنا هالحركه وذس از ات. الماسكارا انتوا عم بتحطوا لها المكياج بدكم تحسوا انه انجا عم بتدق الفرشات برموشكم، لانه الهدف كمان انه يكون الماسكارا يعني بهالشكل. ركزوا على مش كعب الرمش، على راس الرمش، هيك يكونوا واضحين. هلا رح ناخذ قلم لتحديد الشفاه ونحدد بطريقه ناعمه. هيدا القلم شوي على لون الشفاه، زهري ناعم، بس نحن ما حنخليه قوي. هلا شوفوا شو حنعمل. نضيف هيك. فوالا، شفتوا كيف صاروا الشفاه زهريه؟ هلا نحن ما بدنا اياهم بينك بينك، سو حنستخدم لون البني. سو رح حط الليبستيك على الاصبع، رح اعمل تاب 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 لخففه، ونرجع تاب تاب على الشفاه لنحصل على اللون اللي بدنا اياه. وهيك بنكون خففنا من لون البينك وعملناه على نيود اكثر. وهيك بنكون خلصنا المكياج، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. كل صبيه فيها تطبق هالمكياج لو شو ما كان عندك. سو اكتبوا لي بخانه التعليقات اذا بدكم تجرب لكم اي نوع من المكياج الثاني. وكمان صبايا ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وأكيد أكيد تزوروا موقع هي، تابعوا هي على انستغرام، وتابعوني لإلي كمان على انستغرام. بشوفكم next week. باي.